عملنا من قبل بالصح. لا نمل جنة كلا لن نمل حتى تأتونا بالهل حتى تأتونا بالهل لن كلا لن نمل لن كلا لن نمل حتى تأتونا بالهل حتى تأتونا بالهل. لا سياسة لا سياس لا سياسة لا سياس أين الحق يا طيشتونا طيشتو ولادنا وعائلاتنا. احتياجاتنا ما قادرينش نوفروها، احتياجات بنتي مش قادره نوفرها، مش قادره لاني بطاله، مش قادره لاني ما عنديش مدخول. دير لنا حل يا سياده رئيس الجمهوريه، دير لنا حل، نريد حلا، حل لنا المشكل تاعنا. وزاره التضامن وزاره العمل ماهمش مهتمين، راهم ماهمش مهتمين بنا مطلقا. اللي يسالهم النواب يسالوهم يعاودوا يعطيو احصاءات وتقديرات خارج نطاق التغطيه. راهمش خلاص فاتحين الملف تاعنا، رانا ما استفدنا حتى من حاجه، لا من عقود، لا من مناصب، لا من ادماج، لا من حتى ابسط حاجه البطاله، وخرجونا منها ما كانش اصلا ولا واحد من عقود المنتهيه استفاد. يا سيدي يا عمي تبون، يا ظروف العقود المنتهيه، افتحوا ملف العقود المنتهيه، ادرسوا هذا الملف، رانا فئة قليلة، رانا فئة قليلة وتقدروا تلقاو لنا الحل، وشكرا. من هنا من أمام مقر ولاية ميلا أتوجه بعد طبعا فشل أو أثبتت وزارة العمل ووزارة التضامن جدارتهما في التهميش وإقصاء هذه الفئة ولا مبالاة، أتوجه إليك سيد الرئيس مباشرة بالتدخل الشخصي لإنصاف هذه الفئة بقرار جريء كما فعلت مع باقي الفئات. ننتظر منكم الإنصاف والتدخل العاجل وشكرا. تناشدك من سنة 2019 والعقود المنتهية تناشدك ولكن بدون جدوى. سيد الرئيس نرجو منك التدخل العاجل في أقرب الأجال. نطلب من رئيس الجمهورية يستفيد القضية تاعنا، نحن عقود منتهية دايس ودياب. حتى تأتونا بالحل حتى تأتونا بالحل. صامدون 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 صامدون. هي